أكثر من 3.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، ودول عدة تتجه من الحجر إلى التعايش مع الوباء. استمرار التوتر الأمريكي الصيني، وتقرير استخباراتي أمريكي يتهم الصين بإخفاء معلومات حول الفيروس عن عمد. العليا الإسرائيلية تواصل بحث الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق الائتلافي وسط معركة صلاحيات بين الجهاز القضائي من جهة والجهازين التنفيذي والتشريعي من جهة ثانية. وتشاهدون في النشرة أيضا، قطر تنفي وجود محاولات انقلاب بقيادة حمد بن جاسم وصفة ما يشاع حول الموضوع بالحشو الإعلامي. نصر الله وإيران يهاجمان القرار الألماني بحظر حزب الله، معتبرين الخطوة سياسية وأنها اتخذت لإرضاء الولايات المتحدة وإسرائيل. توتر سياسي في البرازيل، وبولسونارو يقود مظاهرة مضادة للكونغرس والمحكمة العليا البرازيلية. نشرة الأخبار المركزية من i24 نيوز، أهلا بكم. اقترب عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا من حاجز 250,000، فيما تم تسجيل 3.5 مليون إصابة في 195 دولة. وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات بلغت 67,000، تليها دول أوروبية كإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا. يستمر التوتر الأمريكي الصيني حول فيروس كورونا، إذ ذكرت وثائق استخباراتية أمريكية أن الصين تسترت على معلومات تخص الوباء لتخزين الإمدادات الطبية من جميع أنحاء العالم. بريطانيا انضمت إلى القافلة الأمريكية ليطالب وزير دفاعها بن والاس الصين بالإجابة على أسئلة معينة حول الجائحة. وباء كورونا الذي حصد أرواح ما يقارب 250,000 إنسان بات نقمة على دول العالم، ونعمة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشعل خلاله الحرب التجارية مع الصين في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. عجز بعض دول العالم وخاصة الولايات المتحدة التصدي للفيروس دفع ترامب باتهام بكين يوما تلو آخر بتصنيعها للفيروس بهدف الإطاحة به وتدخلها بالانتخابات الأمريكية لصالح منافسه جو بايدن، وآخرها كان التهديد بفرض عقوبات وفتح تحقيق ضدها بعد نشر تقرير استخباراتي أمريكي يؤكد إخفاء الصين معلومات عن خطورة الفيروس. تقرير يمنح ترامب بعض القوة جعل من بعض الدول الأوروبية كبريطانيا الانضمام إليه، ما دفعه للإعلان عن التوصل للقاح أمريكي سينقذ البشرية عما قريب. نحن واثقون جدا من أنه سيكون لدينا لقاح في نهاية العام. الصين لا تتوقف عن إنكارها لكافة التهم الموجهة إليها، وترد بأن هوس الفوز بالسباق الانتخابي لفترة ثانية يلاحق ترامب ويسيطر على أقواله وأفعاله، وفشل خططه بالسيطرة على الفيروس يدفعه لتوجيه التهم. أسلوب ترامب التغني بالنجاحات والازدهار الاقتصادي وتراجع نسب البطالة كان بمثابة الورقة الرابحة له، إلا أن حلول أزمة كورونا دمر اقتصاد الولايات المتحدة والعالم، لا سيما أضعف من قواه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن بحسب التقارير الأخيرة. أكد الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد ساينسز دانيال أودي المصنعة لعقار ريمديسيفير التجريبي أن الولايات المتحدة لن تمنع تصدير العقار خارج البلاد. وأعلنت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية يوم الجمعة الماضي على موافقتها لاستعمال ريمديسيفير في الحالات الحرجة وطارئة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وكانت اليابان من بين أولى الدول التي أعلنت اعتمادها اللقاح. اعتبر وزير الصحة الألماني أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا قد يتطلب سنوات. يأتي ذلك عقب ترجيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجاد علاج بحلول نهاية العام، وعبر ينس شبان عن أمله في تطوير لقاح بسرعة، لكن الأمر على أرض الواقع يعتبر من أصعب المهام في الطب. أعلن دكتور في جامعة موسكو الطبية الحكومية أنطون ييرتشوف أن هناك شرطا لاكتساب الجسم مناعة ضد فيروس كورونا. ووفقا للعلم، فإن الحالة المثلى لاكتساب المناعة هو أن يصاب المريض بأعراض متوسطة غير حادة وعدم الإفراط في استخدام الأدوية،
وأوضح يرشف أن المناعة لن تتشكل في حالتي الأعراض الخفيفة أو الشديدة. إلى ذلك شرع بالتخفيف التدريجي للقيود في عدد من الدول الأوروبية، وهذه القارة هي الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، وسجلت القارة العجوز أكثر من 140 ألف وفاة وحوالي 1.5 مليون إصابة. أعتقد أن الإجراءات في فرنسا مناسبة في الوقت الحالي لأنها لا تخرج عن القضبان كما هو الحال في ألمانيا. الناس في فرنسا أكثر صرامة ويظهرون تأثيرا. أعتقد أن الناس يخرقون المزيد من القواعد في ألمانيا لأن القوانين أكثر ليونة. أنا ألمانية وأعيش في فرنسا منذ 20 عاما. أعتقد أن الإجراءات في فرنسا أفضل بكثير. استعادت إيطاليا أول دولة عزلت كامل سكانها الحياة جزئيا مع نظام حرية مقيدة وخاضع للمراقبة، وبات يسمح للإيطاليين بالتنزه وتحرك أكثر من 4 ملايين نحو أعمالهم. تعاني البلاد من اقتصاد متعثر من صدمة كبيرة جراء وفاة حوالي 30 ألف شخص، وهي حصيلة رسمية على الأرجح أقل من الأعداد الواقعية كما يقول مراقبون. شعرت بالأمان والراحة، تم احترام جميع المسافات والتباعد الاجتماعي، كان الجميع يرتدون أقنعة الوجه، كل شيء منظم. يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد المقبل خطته لتخفيف الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا على مستوى البلاد، ومن المفترض أن تراعي الخطط ضوابط جديدة حول كيفية الحفاظ على التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، وسيتم حث الشركات على تقليص الدوام ومنع مشاركة المكاتب والأدوات المكتبية بين أشخاص مختلفين. بدأت البرتغال تخفيف إجراءات العزل مع إعادة فتح بعض المتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر وصالات بيع السيارات، ومع ذلك يتعين على البرتغاليين التزام قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، فيما بات وضع الأقنعة الواقية إلزاميا لا سيما في المتاجر ومراكز الخدمات العامة ووسائل النقل وفقا للخطة الحكومية. وحول فيروس كورونا وآخر تطورات هذا الموضوع ينضم إلي من روما عبر خدمة سكايب البروفيسور فؤاد عودة مدير الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. بروفيسور، أريد أن أبدأ من الأمر الذي يتساءله كثيرون. نسمع كثيرا في الآونة الأخيرة حول علاج وحول مصل وحول لقاحات، هل نحن بتنا قريبين من علاج ينهي هذا الفيروس؟ مساء الخير للجميع. نقطة مهمة، أول شيء نوضح شو الفرق بين الأدوية واللقاح. إحنا اليوم مع الجيش الأبيض نخوض حرب خصوصا من شهر واحد بدون ما نعرف جميع المعلومات عن الكورونا فيروس، وشوي شوي تعرفنا عليه، وفي المدة الأخيرة وخصوصا اليوم مع بداية المرحلة الثانية في إيطاليا وتقريبا الدول الأوروبية تعرفنا على كثير من صفات الكورونا فيروس. بالنسبة للإحصائيات في المدة الأخيرة يزداد عدد اللي بتعافوا كثير، يزداد اللي بتعالجوا في البيوت كثير، يزداد اللي بخرجوا من غرف الإنعاش كثير، ويزداد خصوصا العدد اللي بروحوش على المستشفيات. ليش؟ لأنه بنستعمل أدوية اللي إحنا نفس الشيء مع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي طلبنا السماح فيها من تقسيم المصابين لثلاث مراحل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. نستعمل أدوية السوق الأوروبي موجودة مثل الكورتيزون، مثل الدواء ضد الملاريا، ضد الإيبولا، ضد الايتس، البلازما ثيرابية. اليوم طلبنا في تكوين بنك دولي في إيطاليا وفي أوروبا للبلازما ثيرابية لأنه كثير بتعالجوا في البلازما ثيرابية، والإيبارينا ضد جلطات الدموية. أثبت أنه كثير اللي توفوا في المدة الأخيرة توفوا من جلطات دموية وليس من التهاب في الرئتين. هذا من جهة الأدوية. من الجهة الثانية اللقاح موجود، حروب داخل حرب، كل دولة تعلن يوميا عن لقاح وين تبدي يصير. وهذا أنا حسب رأيي بس وكالة الأدوية
جمعية الصحة العالمية تكرر بالنسبة لمين اللقاح اللي احنا متابعين يعني أفهم فيه. منك بروفيسور، أفهم منك بأن هذا الموضوع بات خاضعا للمنافسة الدولية ومنافسة تجارية، ولم يتم هناك التوصل إلى لقاح معتمد وكما تفضلت تبنته وزارة أو منظمة الصحة العالمية. نعم، لازم المنظمة الصحة العالمية تعلن. احنا في عنا إعلان اليوم، طلبنا من الشركة الإيطالية اللي داعمة اللقاح مع جامعة أكسفورد، وإذا تخضى أول ثلاث مراحل، نجحت أول ثلاث مراحل اللجنة الإعلامية والطبية عن هذا اللقاح، تبدأ بشهر 7 في نشر وفي إنتاج هذا اللقاح، لأنه يومياً واليوم كان اجتماع في أوروبا عشان دعم من ناحية اقتصادي اللقاح، بس حسب رأيي إحنا قاعدين بنربح الحرب بدون لقاح، لأنه أول لقاح وإذا بصير أمل كبير في شهر 9 أو في شهر 12، عشان هيك إحنا اليوم ما بنقدرش نقول للمريض بديش أعطيك دواء ونستنى اللقاح، مجبورين نعالج المصابين. طيب، وعنا عدد دكتور كبير، وأثبتنا من ناحية طبية وعلمية إنه بنعالج في الكورونا فيروس، وبتأمل اللقاح إنه ما يخدوش الأهداف بس سياسية واقتصادية وحروب بين الدول. نعم دكتور، بعيداً عن هذه الحروب السياسية والاقتصادية، وكما سمعت قبل قليل باتت دول أكثر فأكثر تتجه للتعايش مع الفيروس ولو أن الخطر ما زال موجوداً، طب هذه المسألة تعتبر مخاطرة بحياة المواطنين برأيك؟ لا، حسب رأيي إحنا اليوم سوينا بحث في مع 5000 عائلة في 72 دولة، 90% يطالب إنه بداية التعايش مع الفيروس. شو معنى ليش إحنا بنقدر اليوم نعمل هاي الخطوة في المدة في المرحلة الأولى؟ بكناش نعرف أشياء كثيرة عن انتشاره وعن الصفات. اليوم في عنا معلومات كثيرة. التعايش مع الفيروس معناته المحافظة على المسافة، استعمال الكمامة، معالجة المصاب في أول 5 أيام بالأعراض الخفيفة مع الكورتيزون مع الباراسيتامول ومع جميع الأدوية اللي هي لها فعالة يعني نتيجة إيجابية، وفي نفس الوقت عدم الذهاب إلى المستشفى. وكل هاي الإحصائيات اللي احنا بنقدر نتكلم اليوم في إحصائيات إيجابية ومثبت فيها، بنقدر نتوجه للمرحلة الثانية في أتم الاستعداد، والمهم نتعلم من الأغلاط الكبيرة اللي صارت خصوصا في إيطاليا وفي المرحلة الأولى وفي لومبارديا. بروفيسور فؤاد عودي، مدير الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، كنت معي عبر خدمة سكايب من روما، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. مدد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي حالة طوارئ بعدما اعتبر مسؤولون محليون أنه من المبكر البدء بتخفيف القيود، وقال أبي عقب اجتماع لمناقشة التدابير المتخذة أنه سيمدد الطوارئ حتى نهاية هذا الشهر وتشمل كافة المحافظات في البلاد. سنمدد فترة حالة الطوارئ حتى 31 من مايو أيار وتشمل كافة المحافظات في البلاد. في الوقت الحالي ما زلنا نشهد أعدادا كبيرة من حالات الإصابة الجديدة، ولم ينخفض عدد المصابين بما يكفي. هناك مناطق لا تزال فيها المرافق الطبية تحت الضغط، ويقول الخبراء إننا بحاجة إلى مواصلة الإجراءات. نبقى في شرقي آسيا، إذ من المقرر أن يعود الطلبة الكوريون الجنوبيون إلى المدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل. يجري هذا في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للعودة إلى طبيعتها بعد الانخفاض الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا. إذا كانت هناك مدرسة تم التأكد من وجود مريض فيها، فسوف تتخذ السلطات الصحية إجراء فوريا يتبعه تحقيق وبائي، وستتحول المدرسة إلى التعليم عبر الإنترنت. نحن نستعد الآن لافتتاح المدارس مع إدارة المخاطر اليومية للمرض. ومع التسهيلات الممنوحة للعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية بعد الشلل الذي سببه الوباء في العالم، تعلو أصوات بإعادة الطيران والرحلات الجوية كما كانت في السابق.
عودة تدريجية لخطوط الطيران بعد شلل تكبدت فيه الشركات خسارة يتوقع أن تصل ل 314 مليار دولار في ظل إجراءات العزل الدولي لمنع تفشي فيروس كورونا. انتعاش يتزامن مع إحصاءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي حول عودة مستويات السفر الجوي السابق في مهلة لا تقل عن 3 أعوام. لقد تغير العالم بالنسبة لشركات الطيران، وأتمنى لهم الخير. لدينا شركات نمتلكها مباشرة والتي تضررت بشكل كبير. هذا الفيروس سيكلف الكثير. لقد شعرنا أننا فقراء فيما يخص الواقع لما يحدث لشركات الطيران هذه. وفي وقت أكدت فيه بعض شركات الطيران من بينها ساوث ويست إيرلاينز الأمريكية استئناف السفر بأمان، لا تزال الحكومة البريطانية مصرة على الاستمرار بإجراءات الحجر الصحي للمسافرين. تقييدات تراها شركات الطيران قاتلة للسفر الجوي، إضافة لاستمرار بعض الدول الأوروبية بإغلاق مطاراتها. ورغم التحذيرات الألمانية من عودة النشاط الجوي على المستوى العالمي، تدخل أستراليا ونيوزيلندا دائرة النقاش لإرجاع ممر السفر بينهما، فيما تشهد الصين ازديادا ب15 مرة في حجوزات الطيران بعد تخفيف تقييدات كورونا. نذهب الآن إلى الشرق الأوسط، حيث أعادت إيران فتح مساجد في أجزاء من البلاد اعتبرت منخفضة المخاطر على صعيد انتشار فيروس كورونا. وسجلت الجمهورية الإسلامية 74 وفاة جديدة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانو جهانبور إن الوفيات الجديدة ترفع الحصيلة الرسمية إلى ما يزيد عن 6200 وفاة. تجاوز عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الدول العربية 91,000 من بينها 1,700 وفاة. وتتصدر السعودية أعداد المصابين عربيا بأكثر من 27,000 مصابة، توفي منهم 184، فيما تتصدر الجزائر أعداد الوفيات ب463 وفاة من بين 4,000 إصابة. وفي اليمن تعمل السلطات في هذه الأثناء في عدن جنوبي البلاد على تعقيم الشوارع والأسواق، ويأتي هذا في إطار إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، بعدما أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا تسجيل 5 إصابات في مدينة عدن من بينها حالتا وفاة. فلسطينيا، رفع رئيس الوزراء محمد شتية توصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس تقضي بتجديد حال الطوارئ لمدة شهر، وسوف ينظر عباس في هذا الأمر في الساعات الحالية، وفي حال موافقته سوف تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية بحسب ما أعلنت الحكومة. في إسرائيل توفي شخصان جراء وباء كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 234، وارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى أكثر من 16,200. إلى ذلك ناقشت الحكومة الإسرائيلية إقرار رزمة إضافية من التسهيلات لفتح سوق العمل وإعادة فتح المدارس. وفي الأخبار السياسية، استكملت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم النظر في الالتماسات التي رفعت إليها ضد الاتفاق الائتلافي بين حزبي ليكود وكحول لبان، ورجحت مصادر قضائية ألا تتدخل المحكمة على الأغلب في غالبية بنود الاتفاق، غير أنها قد تلغي عدة بنود تنطوي على إشكاليات قانونية. نحن نواجه عملية تخريبية مستمرة تستهدف الجهاز القضائي، هذا ما قاله رئيس الجمعية للحفاظ على نزاهة السلطة في إسرائيل، هو أحد الأطراف الذين قدموا التماسا للمحكمة العليا ضد ترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحكومة الإسرائيلية المقبلة، وضد الائتلاف الحكومي بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو وكحول لافان بزعامة بيني غانتس. أحزاب المعارضة التي انضمت للالتماس حذرت بدورها من أن الاتفاق الائتلافي يفرغ الهيئة
التشريعية أي الكنيسة من مضمونها، ويجعلها أداة بيد السلطة التنفيذية أي الحكومة بدلا من مراقبتها ومساءلتها. نتنياهو ملفاته جنائية عنوان هذه المعركة القانونية في إسرائيل، لكن كثيرين يعتبرون أن نتنياهو ما هو إلا الواجهة، فحرب اليمين تستهدف مجمل المؤسسات القضائية والتشريعية التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام سعي اليمين لتغيير قواعد اللعبة السياسية في إسرائيل وربما قواعد النظام السياسي، وهو ما استبعدته رئيسة المحكمة العليا إستر خيوت رغم الاتفاقيات السياسية التي من شأنها إضعاف الكنيسة والمحاكم. نتناول القضية الثانية التي أثيرت في الالتماسات والتي تتعلق بصحة تعليمات صفقة الائتلاف اعتبارا من 20 من الشهر الماضي التي تم توقيعها بين حزب الليكود وحزب كحول لبن. حرب النخب تجلت بوضوح اليوم، فبينما يتهم اليمين النخب القديمة بأنها تسعى لإلغاء قرار الناخب وأن نتنياهو أفرزه الناخب وأن الائتلاف الحكومي هو أيضا نتيجة لتصويت هذا الناخب، تتهم النخب القديمة اليمين بأنه يسعى لضرب مؤسسات الدولة خدمة لما يعتبره تغييرا في موازين القوى السياسية والقانونية لتتربع النخبة اليمينية الجديدة على سدة الحكم بلا منازع أو منافس. رفع ما يعرف بالمنتدى القضائي من أجل أرض إسرائيل التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت تولي مهام منصب القائم بأعمال النائب العام. وجاء في الالتماس أن مندلبليت لا يتمتع بصلاحية تعيين نفسه خلفا لدانيل داد، وأن ما فعله أيضا من عدم أو فيما يخص عدم تمديد ولاية إلداد ما هو إلا تناقض للمصالح. وينضم إلي من القدس مراسل آي 24 نيوز مروان عثامنة وهو متواجد في المحكمة العليا الإسرائيلية. مروان، إذن المحكمة تناقش مسألتين مهمتين بدأت في الأمس حول الالتماس ضد أن يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو الحكومة القادمة، ثانيا ضد الائتلاف أو الاتفاق الائتلافي بدعوى أنه يخالف ويريد أن يثني ويغير الكثير من القوانين الإسرائيلية. آخر التفاصيل حول هذه الجلسات مروان. بشار، انتهت قبل قليل المداولات في المحكمة العليا هنا في القدس بالملف بما يعرف بملف التناوب أو بملف الائتلاف الحكومة بين كحول لافان وبين الليكود الذين دافعوا عن هذا الائتلاف أمام هيئة مركبة من 11 قاضيا وأمام مجموعة من المدعين من مختلف الأطر السياسية والمدنية الإسرائيلية الذين قدموا التماسات ضدها. بالتالي المحكمة في نهاية يوم المداولات طالبت الليكود وكحول لافان معها بتقديم توضيحات حتى الغد بحلول الساعة الثانية، تقديم توضيحات مكتوبة بخصوص عدد من البنود وبالأساس موضوع منع الكنيسة من سن أي قوانين خلال فترة الستة أشهر الأولى لحياة الحكومة الإسرائيلية على أن يراعى تجديدها لمدة 3 أشهر أخرى. بالتالي كان هنالك تراجعا من قبل كحول لافان وقبل الليكود بهذا البند، وزعموا أنهم لم يتوقفوا عند هذا البند أكثر من اللازم رغم أنه موجود في الاتفاق الحكومي بشكل مكتوب. بالإضافة إلى ذلك هناك بحاجة لتوضيحات حول القانون النرويجي بصيغته المعدلة، بالإضافة إلى تراجع أيضا كحول لافان والليكود على موضوع تعيينات الموظفين الكبار. لكن هناك أيضا كان هناك بحاجة توضيح أو كان هنالك مطلب غريب من قبل ممثل الليكود الذي طالب المحكمة العليا بما معناه أن تصدر أمرا قضائيا بخصوص لجنة تعيين اختيار القضاء بتعيين ممثلة كحول لافان التي لم تدخل الكنيسة حتى الآن بتعيينها. مروان، من أجل تبسيط كل هذه التفاصيل كثير من أجل تبسيطها وتذكيرها للمشاهد، طبعا الموضوع من منظور كبير هو يتعلق برفض لهذا الائتلاف بدعوى بأنه يخالف ويريد أن يغير قوانين ويفصلها على مقاس بني غانس وبنيامين نتنياهو.
بحسب الاتهامات طبعا. بالفعل هذه بالفعل بشار هنالك الكثير من الانتقادات والكثير، وبسبب هذا قدمت لوائح او قدمت الالتماسات للمحكمه العليا نظرا للتركيبه الفريده من نوعها والغريبه التي على اسسها تم بناء هذا الائتلاف. الائتلاف هذا بني بشار بالاساس في ظل عدم ثقه متبادل وواضح بين الطرفين اللذان ارادا كل من جهته ان يضمن قدر الامكان التزام الطرف الاخر بالالتزام بالائتلاف الحكومي. بالتالي هنالك كانت تخوفات لدى الليكود ولدى رئيس الحكومه الذي ادخل هذه الضمانات وطالب بالعديد من الضمانات في مختلف الامور، كذلك الامر كحول لافان الذي طالب بعدد من الضمانات التي بالتالي مست بالاسس الديمقراطيه للحكم في اسرائيل والتي على اساسها تتم تشكيل الحكومه وعلى اساسها ايضا تتم التشريعات في الكنيست، حيث للاسف الوقت ضيق للاسف الوقت ضيق وعليه انتهى الوقت للاسف. مروان عثمان مراسل اي 24 نيوز كنت معي في القدس. مشاهدينا نشرتنا متواصله وتشاهدون بعض الفاصل. قطر تنفي وجود محاولات انقلاب بقيادة حمد بن جاسم وصفة ما يشاع حول الموضوع بالحشو الإعلامي. نصر الله وإيران يهاجمان القرار الألماني بحظر حزب الله. توتر سياسي في البرازيل وبولسونارو يقود مظاهرات مضادة للكونغرس والمحكمة العليا.